السلام عليكم. حبيت ندير فيديو ولو تكون شوية طويلة، تفوت 3 دقائق في ما نديرها العادة. للأسف الشديد كان بعض المواضيع اللي شوية لغال. حبيت نتكلم على التحليلات، عن التحليلات اللي يديروها بعض الصحفيين اليامات، بعض الصحفيين من أكبر الصحفيين الجزائريين، من الصحفيين المعتبرين في وسط الصحافة الجزائرية فيما يخص هذه الامور اليساريه تاخير هذه الدي ار اس و لي ريامينجمون بوليتيك اي سيكوريتير كي اون ليو سي ديرني جو. كان بعض الصحفيين يديروا لنا في واحد التحليلات. انا شخصيا فرانشمون راسي حبس فرينيت ا بي اس، ما نجوش نخمم، يعني ما نعرفش، جاريف بلو ا كومبروندر. باسكو علاه؟ باسكو الصحفيين اللي زعما ils sont considérés comme des gens assez proches de certains milieux politiques et sécuritaires depuis des années et donc parfaitement bien informés, etc. Donc, هذا الناس هذا مدام يديروا لنا تحليلات، هذا اللي ارض ارض يعني اللي 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 هالوسينات. سو سون دي ليكتور هالوسينات qui ne repose sur rien de fondé, sur rien de logique, sur rien de raisonnable, sur rien de sensé. دونك شنو اللي نقولوا يا هاد الصحفيين هذا؟ فرانشمون كان هذا هو المستوى، كنا غالطين فيهم، سوا هما راهم غالطين فينا، يحسبوا فينا طنوها لهاد الدرجه هذه، وين يفول نو غوفيلي دي انفورماسيون اوسي غروس كال انفورماسيون دي كانولار دي كانولار. مثال، نعطيكم مثال. واحد صحفي يتكلم يقول كيف الحالة هذه، هذا الرئيس هذا اللي فات 75 سنة، يعني سينيل سان فييار، لدار على الأسف الشديد ينحي في دي جينيرو شبان جايين لحياتهم، يعني هذه الحياة لا تريست رياليتي، هذه اللي تاع لا سينيليتي كي شاس لا جونيس. ويقول باللي وعلاه في الحقيقة يعني بوتفليقة دار الحالة هذه اللي دارها حاليا من الأخرى، هذه قلب الأمور عن بعضها البعض. علاه؟ خاطر شي قال لك السيد 14 سنة ولا ما قدان سنة النظام تاعو عايشين خاوة في بعضهم، يأكلوا كل مع بعضهم، ما قال والو. من نهار الدراس بدا يبحث عن الدائرة الرئاسية فيما يخص الرشوة الكبرى، lorsque le DRS a commencé à enquêter sur la grande corruption sur le cercle rapproché du président de sa famille a mal à قرر باش ينحيهم. يعني بقيت انا واحد، يعني سبحان الله، والله فرانشمون يعني كيفاه الصحفي هذا اللي يعني من قلت لكم من المعتبرين، كيفاه مش يشوف هو؟ ما نقولوش يا سيدي عنده معلومات، ما عندوش معلومات، ما عندوش جماعه تليفوني له، ما عندوش جماعه تعطيه الاخبار، ما يتلقى حتى مع واحد، ما عندوش صحابه في النظام هذا، ما يدخلش الحسابات، ولكن على الاقل عنده عينيه يشوف، كيما احنا يشوف التلفزيون، يشوف هي رئيس الله غالب عليه مسكين، يعني باين. ومع هذا حنا نعرفوا بلي هذوك اللحظات اللي نعطوهم لنا في التلفزيون راهم سي دي زيماج سيليكسيوني باغمي دي ميلي دوتر، مي فيلميوه مسكين هو مريض، فيلميوه سوايع وما فيلميو فيه باش كما يلقطوا جوج ولا ثلاث صور دو كوا موبلي 4 و 5 سكوند ديماج. سا فو دير سي بيغ، لا رياليتي اي بيغ كو لي زيماج كون فوا، اي بورتون لي زيماج كون فوا سون بارلونت. Elle nous montre un monsieur devenu gâteux, complètement perdu, la bouche ouverte, qui ne reconnaît pas les gens, le regard vague, perdu, qui ne sait. Allez, allez, chilin, là, là, blen, barca, bla, l'humour, les rahis. تخرج منه، من تتسرب منه، من ما كانش جزائري اللي ما عندوش اللي يقول له على الاقل شو يسمع شو من الناس كل سمعت باللي السيد هذا مريض بزاف، إلي تخي مالاد، إنو بوج با دو لي، يخرجوه مسكين غير باش يفيلميوه ويرجعوه،
وما عاد ما يعرفش حتى الأقارب نتاعو، الأقارب نتاعو ما يعرفهمش، ما يعرفهمش، هي سي بلو ريكونيتر، سي بلو بروش بارون. سمعنا، ما نعرف صح ولا دعاية، ان سيرفور دو لا بريزيدونس باش جاي باش يسربي له قهوة ولا كش ما جاي يسربي له حاجة، يحس فيه جينيرال. يعني هذا الصحفي اللي تكلم لنا على هذا بوتفليقة اللي كيفاه 75 سنة وينحي في الشبان ونحام خاطرك يقلقوه ويبحثوا عن لا فامي نتاعو وكذا كاسك سيك سا كاسك سيك سا سو جورناليست نو بو با نو با سافوار سا دونك كي نو بران بور دي كون. هذه الأولى. ثانية، يقول لك رئيس نحى هذا الناس خاطر شي يبحثوا عليه عن الرشوة، عن الرشوة الكبرى. لا لو دي ار اس زورو مونتي سور سون شيفال بلان كي فيان انكيتي سور لا كروند كوربسيون، ولكن هذيك القوى السوداء تابي ا لومبر دو ريجيم دون لونتر دو مال ما قبلتش الدي ار اس زورو لك حسن الابيض تاعو نحاتو كيكس 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 On, à ce point, on nous prend pour des imbéciles. N'est-ce qu'on le tarif Le DRS, il n'y a pas longtemps, il y a le premier rouage du pouvoir. Il y a le nizam. Il y a le qarar kullish. Le mliyah ou le qbih. Kullish, ma yitqarraf le bled, il y a. Kull les nominations au cadre de l'État, les grands commis, les grands serviteurs de l'État, c'est lui. Quand il dit non pour celui-là, il ne passe pas. Quand il dit oui pour celui-là, il passe, même si le celui qui l'ordonnateur ne veut pas, il signe le décret. Donc, DRS كان هو في قلب النظام. Donc, ما كان مسؤولية في أمر ما. هو اللي عنده المسؤولية الأولى. هو اللي كان عنده كل المسؤوليات. وهو اللي كان عنده الاولويه في المسؤوليات فيما يخص كلش في المليح وفي القبيح. اي كومونسي كو القبيح في البلاد هذيك خير من المليح، دونك الدي ار اس عنده مسؤوليه كبيره في القبيح وعنده مسؤوليه كبيره في الرشوه. وكان هو في ذاته كان هو في قلب في الصميم العنصر تاع الرشوه الكبرى. الرشوه اللي ما يسمعوش بها ميم با لي الجيريان. En matière de grands courtages sur les acquisitions d'armement et d'équipements militaires, en matière des flux et des mécanismes de gestion des grands avoirs et des finances qui résultent de la vente des hydrocarbures, DRS fait ça même avec le GILP. Je dis que les DRS ont quitté le choix. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais on nous prend pour qui? زيد هذا الصحفيين العباقرة اللي يديرونا في التحليلات المعتبرة يتكلمونا يديرونا في واحد لي بروجيكسيون واحد لي ليكتور الومبيكي افيك دي سو تيتر دي سور تيتر دي زامورس دي زالومبيك دي دورات دي كذا سور كوا سور لو كاتريام ماندات de Bouteflika. Ils nous font des lectures sur le quatrième mandat de Bouteflika qui serait en train de se préparer dans les officines. El Mouchkoul. Et là aussi, on nous prend pour des cons. Très franchement. Parce que qui dit quatrième mandat, dit campagne électorale. Qui fait, yani had sid hada, hada li haydi le quatrième mandat. لما سمحولوش المعاليم اللي راهم حاكمين البلاد درك بين يديهم واللي هو مسكين ما باقي الا فيترينا مسكين انا عاد يشوفني ما يخليوش حتى يخاطب الامه ولو خمس دقائق. علاه؟ باسكو يعرفوه باللي ما ينجمش بابا باغلي. لو كان يسمحوا له يقولوا له شوف اتكلم مع الامه خاطب الامه هضر كيما خالتي ورديه واش راك ولدي توحشناك لاباس والله انا ثاني لاباس وراه ضرب دور لي زانفاليد حوس شويه وتلاقيت فلان يحكي لنا يدردش كيما هكا ويحكي لنا كيما يهضر لنا كيما سلال وقلب المرميطه ولعب الديمين وكذا يتكلم هذيك الهضره تاع سلال هذيك خمس دقائق ما ينجمش
ميم سا اي با ميم بارلي بونون 5 مينوت كيما خالتي ورديه ولا كيما سلال ما يقدرش. كومون فولي فو كي بويس فير لا كومباني دان كاتريام موندا اي كي دي كومباني الكتورال بريزيدونسيال سي سادريسي ا لا ناسيون سي فير دي ديزين دو ديسكور دو لون ديسكور دو سو ديبلاسي دو مارشي بوندون دي سنتين دو متر دو بروندر دي انفون دون سي برا دو انتربيلي لي جون دو ريبوندر ا دي كيستيون دو ديباتر افيك سوا ديزون لي كانديدا كونكورون. يعني هل الصحافي اللي يتكلم لنا الكاتريم، هل الصحفيين مش صحفي واحد يتكلمون على الكاتريم موندا ويديرون دي ليكتور الومبيكي يصاف يصاف با يو نو فوا با كو السيد هذا الي امبوسيبل كي بيس فيغ اون كومباني. و ما تقوليش هذا يضرب به وقادر يبرا ومنه يعني جو سي با صح قادر يبرا لي ميراكل سون بوسيبل قادر غدوه الشمس تطلع في مينوي قادر هذا الناس تاع النظام هذا يوليو ناس نظاف يوليو يصليو باب الناس قادر يوليو ما يسرقوش توتي بوسيبل قادر بوتريقا يبرا قادر يدير كاتريام موندا مي سي دون سيت اوردر لا سي دون لوردر دو ميراكل سينو لو كاتريام موندا اون سي توس كيل ايتي دون لي تابليت دو ريجيم. انا واحد من الناس في الوقت اللي قليل من قالها انا اللي قلتها قلت باللي كاتريام موندا بور بوتريقا ديجا دون لي تابليت بصح من نهار مرض الهم طرف تاع كلش توتي طومبي الو اي ني بلو كيسيون دو كاتريام موندا لي درك لا مي خمو في زوج حوايج دو اوبسيون بوسيبل سوا برولونجي لاكتوال موندا دو 2 ans دو فاسون انتي كونستيتيسيونيل كيما مو الفين يديرو سوا ميتر ديريكتومون سعيد بوتفليقه سور اوربيت اما كي لي ا بو بري لي مي فير ان كاتريام ا موان يديرو كاتريام موندا sans élection et sans campagne électorale. Ben, pourquoi pas, mais sinon, il faut bien comprendre une chose. هذا النظام هذا, le fondement تاعو, le fondement, l'essence تاعو, le قلب تاعو, le sur lequel le fondement sur lequel il repose depuis 1962. C'est le mensonge. هذا النظام هذا, الأساس نتاعو هو الكذب. Et tout vient s'agglomérer autour du mensonge. Il ment comme il respire. C'est son essence, c'est sa nature. Et il a réussi à mythifier, à mystifier tout ce qui concerne la nation. Jusqu'à sa révolution, jusqu'à... يتكلم ويخاطب الأمة كانوا راح يمنعوه يا حسرة كرة دبي دي موا هو يهدر هو ويموت على الهدرة ما في دينا دي ديسكور فلوف دونك سي نو بارل بلو سي باسكو اي ني بلو اوتوريزي ا بارلي اي باسكو سي جامي il parle ça va être la grande كشفة la grande تبهدلة دونك كون نو بارل بلو دو كاتريام موندا كون نو بارل بلو du Bouteflika qui est en train de bouleverser les équilibres et qui est en train de mettre l'Algérie en danger et qui a liquidé les pivots de la défense et du régime et du pouvoir et de la vraie nation, qu'on ne parle plus du DRS qui enquête sur la grande corruption et qu'on arrête tout simplement de nous prendre pour des cons. هذا مكان والسلام عليكم.